تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبك الاثنين، ثاني يوم الأسبوع والأجواء برا رائعة ما شاء الله، الهواء والغيم والنفاف، نحمد الله على النعمة، على نعمة الجو الجميل، الحمد لله هالسنة، الحمد لله الحمد لله استأنسنا بالمطر وبالبرد، ونحمد الله على نعمة الأمن والأمان، وإن إحنا نقدر نستمتع في بلادنا بأمن وأمان بالأجواء الجميلة، ونطلع ونسي ورد، هذه إحدى النعم لازم كل يوم نحمد الله عليها، وأكيد ما ننسى نحمد الله على الصحة وعلى السعادة، وبما أننا قاعد نقول صحة وسعادة طبعا أكيد هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في البداية أرحب بالطاقم الموجود معاي، أيمن سرحيل معاي بنوح في الإخراج، وميرا المري في التنسيق، يعطيكم ألف عافية. نروح لخبر جميل أتوقع كلنا قريناه أو سمعناه سواء في الإذاعة أو في وسائل التواصل، ألا وهو الشفاء أول حالة مصابة بكورونا في الدولة. أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس شفاء أول حالة مصابة بفيروس الكورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقي العلاج، وتماثلت الجدة، وركز على الجدة، اسمها ليا يوجيا 73 عاما للشفاء. طبعا نهنيها على شفائها من الفيروس ومن اعراض من الكورونا، وندعو ان شاء الله السلامه للجميع، ورد اشدد ان ما نروج لاي اشاعات غير صحيحه او اشاعات مو متاكدين منها، معلومات ما نعرف اساسها، دائما نستقي المعلومات من المصدر الرئيسي هيئه الصحه، وزاره الصحه، وهيئه صحه أبو ظبي. أكيد أكيد أيمن، طبعا شفاء الحالة يدل على توفر ما شاء الله العلاج، ما شاء الله موجود، وسائل الوقاية موجودة، ومتابعة الدولة لأي حالة موجودة سواء كورونا أو غيرها طبعا، وتقديم الرعاية اللازمة. تغذية موجودة، أو ناخذ أسماء، ناخذ نبتدي بفقرة التغذية مثل ما تعودة دائما في البداية، نتكلم عن أنواع الشاي وفوائده الصحية مع اختصاصية التغذية الأستاذة عفاف جمعة. صباحك ورد أستاذة عفاف. صباحكم صحة وسعادة. أنت بصحة وسعادة. إيه. خبرينا عن الشاي. أول شيء ليش وايد في أنواع من الشاي؟ أحس كل يوم يطلع شاي أبيض، شاي بابونة، شاي وردي، إيه. شاي أخضر. ليش في وايد أنواع من الشاي؟ بالضبط، هو مثل ما نحن نعرف أختي، هو مشروب صحي. ومن أشهر المشروبات اللي متناولة يوميا، يعني الكل يشرب من كوب لكوبين لثلاث أكواب من الشاي، وبالفترة الأخيرة انتشرت بالأسواق أنواع وايد مختلفة من الشاي، ونحن هاي الفقرة بنوضح فيها أنواع الشاي المختلفة والأنواع الصحية اللي ننصح دائما بتناولها بكثرة وشربها في اليوم. عندنا كل أنواع الشاي طبعا تحتوي على مضادات الأكسدة المختلفة المفيدة للجسم. انتشار الشاي، يعني الشاي مشروب قديم من قديم الأزمان، فيحتوي على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى مادة الكافيين، وتختلف نسبة توفرها من نوع لآخر. أكثر الأنواع انتشارا، ونحن اللي نسميه الشاي الأحمر أو الحمر مثل ما أنت تعرفين، هو أكثر الأنواع انتشارا، وثاني أنواعها انتشارا هو الشاي الأخضر، وفي الشاي الأبيض اللي الكل يتساءل عنه ويبقى يعرف شو الشاي الأخضر، لأنه يعتبر من أفضل أنواع الشاي وأكثرها بمضادات الأكسدة وأكثرها فائدة للجسم. حتى أثبتت الدراسات أختي أن تناول ثلاث أكواب من الشاي يوميا
تقلل نسبة السكتات الدماغية بنسبة 21%، بالإضافة إلى أن تناول الشاي يزيد من مضادات الأكسدة في الجسم، مما يعمل على الوقاية من السرطانات ويعمل على تحفيز عمليات الأيض في الجسم لحرق الدهون. حرق الدهون، الناس دائما تربط الشاي الأخضر بحرق الدهون، لكن حرق الدهون يتم أكثر عند الرياضيين الممارسين للرياضة. الأشخاص الممارسين للرياضة عند تناولهم الشاي الأخضر يزيد من عملية تحفيز عمليات الأيض المختلفة وتنشيطها وحرق الدهون، مقارنة بالأشخاص الغير ممارسين للرياضة ويشربون شاي أخضر تكون أقل الفائدة. يعني ناس يمارسون رياضة ويشربون شاي أخضر، اما شاي اخضر روح يسوي العجب العجاب ما يقدر مسكين الشاي اخضر، لا ما يقدر. ممتاز. بعد لون الشاي، نحن دائما نقول كل ما كان يمكن غامق يكون مفيد الشاي اكثر، لا هاي المقوله خاطئه. كل ما كان لون الشاي فاتح كلما كانت فائدته وقيمته الغذائيه اكثر. يعني الناس مرات تخدر الشاي وايد، يعني تخليه يقولك يعني الناس مستوي شاي قوي، يعني يحطون كيسين إيه. ثلاث عشان ياخذون طعم الشاي فائدة الشاي، بس لا بالعكس، قيمة أفتح الغذائية كل ما كان فاتح لونه فاتح حصلوا على القيمة الغذائية أكثر. وبعد بتطرق بعد لشاي الأعشاب. هم يسمونه شاي الأعشاب أو الرجيم أو شاي الملين، وناس وايد يأكلون وجبات كبيرة من الطعام عقب يقولون أنا بصير باخذ الشاي شاي الأعشاب. هو لا يطلق عليه شاي، هو مو بشاي، هو عبارة عن مجموعة من الأعشاب، مرات تكون أعشاب طبية بعد تسبب ليونة مما تؤثر على الجهاز الهضمي، فيتم التخلص كثير من المعادن والفيتامينات في الجسم والأملاح، فلا يعتبر كثرة شربها شاي الأعشاب مضر. فدائما لازم تكون معلوماتنا الغذائية الصحية أكثر دقة وأكثر صحية. ممتاز. فالمخرج يسأل هل نغلي الشاي أو لا، نغلي الماء بعدين نصبه على أوراق الشاي؟ يفضل عشان نحتفظ بقيمة الغذائية والمواد الموجودة، لأن المواد العطرية وغيرها هاي الأشياء اللي موجودة فيه. يفضل غلي الماء ووضع الشاي وترك الشاي مدة 10 دقائق 15 دقيقة، وبعد ذلك تناوله. ممتاز ممتاز. شكرا لك أخصائية التغذية الأستاذة عفاف على مداخلتك اليوم بخصوص أنواع الشاي وفوائده. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا. ننتقل إلى من الشاي وفوائده إلى السوشيال ميديا وما هو جديد السوشيال ميديا مع أسماء الجناحي. صباحك ورد يا أسماء. أهلين. هلا والله، أهلا فيك. صباحكم الله بالنور. صباحك نور عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. علينا وعليك حبيبتي. ها شو جديد السوشيال ميديا؟ ناخذكم في جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. طبعا أمس من الأخبار اللي كانت يعني جدا متداولة في قنوات التواصل الاجتماعي هو شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، وهي تعود مواطنة صينية تدعى ليو يوجينا 73 عاما واللي أصبح إمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية. هذه من الأخبار اللي كان لها تداول كبير في قنوات التواصل الاجتماعي، واللي طلع أيضا من حساب وزارة الصحة ووقاية المجتمع. جميل. نحن لو نعرف صيني كنا تحمدنا لها بالسلامة بالصيني، بس ما نعرف صيني مشكلة. أنا أعرف أقول بس مرحبا وشكرا نيهو وشيسي. لازم نتعلم نقول الحمد لله على السلامة. لا خير صح أو خطات الشر. وفعلا من الأخبار الإيجابية السعيدة، يعني الناس شوية يعني في موضوع دائما يقولون كيف كان العلاج وما في علاج، إنه ما في علاج خاص فقط لفيروس كورونا، يعني بس هذا الدواء حق هالفيروس صح، لكن في علاج بس معالجة الأعراض صح. الأعراض وهذا اللي نحن دائما نأكد عليه في قنوات التواصل الاجتماعي من خلال نصائح نحن نحطها، إنه ممكن علاج بعلاج الأعراض، لكن ما في شيء محدد يعني بس هذا حق هذا، يعني صح. هذا مو موجود. اليوم إن شاء الله نطلع نقل مباشر نتكلم عن فيروس كورونا المستجد في نقل مباشر في مبادرة صحتك لايف، بتكون من الساعة 11 إلى الساعة 12
فبتكون للتوعية بالأمور الطبية، يعني نجاوب على الاستفسارات الطبية والصحية الخاصة بالمعلومات المتعلقة بهذا الفيروس. فاللي حاب وعنده استفسارات صحية ممكن يكون معنا على اللايف، وإن شاء الله بيكون على حسابات هيئة الصحة وحساب رقمات برق الصحة مثل ما نحن كل أسبوع. أيضا نحن نتمنى من جميع المحاطين نشرة أمس أن يقدمون أفكارهم واقتراحاتهم الخاصة بالصحة للاستعداد للخمسين عام المقبلة، فيدخلون على حسابنا حاطين إحنا الرابط، هو غالبا الرابط هو نظام الاقتراحات الخاص بحكومة دبي. نعم. نحن من ضمن مبادرة حصاد الإبداع، فاللي عندهم أي اقتراح، نحن نتمنى من الجميع اللي عنده أي اقتراح راح يساهم في تطوير القطاع الصحي للخمسين عام المقبلة إنه يشاركها في من ضمن نظام الاقتراحات الخاص بحكومة دبي. ممتاز. وأيضا نختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: الرضا الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس أمران مهمان إن أردنا حياة أكثر سعادة ومتعة. ما في شيء مثل الرضا، صح. ما في شيء مثل القناعة، ما في شيء مثل الثقة بالنفس. فيعني كل ما كنا نحن راضين ومقتنعين وواثقين من نفسنا، كل الأشياء اللي تصير حولنا ما راح تغير فينا ولا تحرك فينا شعره. وانت بصحة وسعادة يا أسماء. نشكرك أنا والله والمخرج والفريق كامل على الطاقة الإيجابية اللي تعطينا إياها. كفاية بنسمع صوتك نحس بالذبذبات الإيجابية، والله توصلنا وإحنا معنا في الاستوديو. شكرا لك يا أسماء حبيبتي على الطاقة الإيجابية كل يوم، ونهارك سعيد. ما شاء الله. يعني أيمن بعطيك الفاصة بس خلينا نقول عن أسماء. لا مسكينة، ما شاء الله عليها. يعني أسماء كل يوم تطلع لنا وتعطينا طاقة إيجابية وتعطينا رسالة إيجابية، ودائما إيجابية في الرسالة تعطينا إياها، وحتى في نقل معلومات أو جديد السوشيال ميديا. نبغى تكون إيجابية يا جماعة، نهج حياة عندنا. ما في حياة تخلو مشاكل، ما في إنسان يخلو مشاكل، لكن لازم نكون إيجابيين. أنت لما تكون إيجابي تجذب الطاقة الإيجابية، الطاقات الإيجابية تيك، بالتالي تكون إنسان أسعد، حتى صحتك تكون أفضل. أنا خبرتكم من زمان عن الدراسة اللي سووها على مجموعة من الطلاب، تابعوهم كانوا طلاب في الجامعة وتابعوهم لما كبروا، وصلوا 60 أو 70 سنة، منهم توفى طبعا، ومنهم ماتوا أمراض، ومنهم اللي كانوا موجودين لما كملوا الدراسة، أعتقد في هارفارد إذا ما خان الظن. اكتشفوا أن الناس اللي تموا بصحة أفضل لين عمر 60 أو 70 هم الناس اللي كانوا عندهم علاقات واجتماعيين مع الناس وإيجابيين أكثر. لأن هذه لما تكون أنت إنسان اجتماعي تحب تخالط الناس، بالعادة تكون إنسان إيجابي، ترى ما تكون إنسان سلبي. الإنسان السلبي بالعادة ما يحصل حد، ما يحصل الربيع، ما حد يحب الإنسان السلبي. الإنسان دائما اجتماعي ويحب الناس ويحب يسولف وعنده علاقات اجتماعية، بالعادة يكون إنسان إيجابي، ينشر الطاقة الإيجابية. هذيل الناس عاشوا بصحة أفضل أكثر من غيرهم، من الناس اللي ما كان عندهم أصلا علاقات اجتماعية. فنباكم تعيشون عمر مديد إن شاء الله بصحة وسعادة، مو بس نوصل عمر معين وإحنا مرضى وركبنا تعورنا وضغط عندنا وسكر عندنا، لكن نوصل وإحنا بصحة، نستمتع بكل سنة، نستمتع بكل يوم في حياتنا. ورد أقول الحكمة اللي أنا أؤمن فيها، العمر مجرد عمر، العمر مجرد رقم، أنت تحدد كيف راح تعيش هذا اليوم وهذا العمر. راح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل الرضا. أيمن ذكرني صح، اسمه قالت الرضا، لما تكون أنت راضي أوتوماتيك تكون إيجابي. ترى راح نطلع إن شاء الله فاصل بعد هالكلام الجميل، إن شاء الله يكون لمس قلوبكم، ونرجع بعد الفاصل نتابع صحة وسعادة. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. تواصل مؤسسة نور دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين جهودها المكثفة لإنجاز كافة عمليات المسح الصحي لأمراض العيون التي بدأت خلال شهر ديسمبر الماضي كأول مسح من نوعه على مستوى إمارة دبي للكشف المبكر عن مختلف أنواع الإعاقة البصرية، وتوفير قاعدة بيانات تساهم بشكل فاعل في تطوير ووضع البرامج والخطط الاستراتيجية للرعاية الصحية للعيون. للحديث عن هذا الموضوع، موضوع مسح دبي الصحي للعيون، يسرنا يكون معنا اليوم في الاستوديو الأستاذة شروق البنا، مدير مشاريع في مؤسسة نور دبي. صباحك ورد أستاذة شروق. صباح النور والسرور، نورتين، حياك الله. نتكلم أول شيء، نعطي الناس نبذة عن مسح دبي لصحة العيون. طيب، مسح دبي لصحة العيون هو مشروع الهدف منه هو
تقييم واقع احتياجات مرض أمراض العيون في إمارة دبي. مسح صحة العيون هذا المشروع هو بالتعاون مع هيئة صحة دبي، مؤسسة نور دبي ومركز دبي للإحصاء. الهدف منه أن نحتاج أن نجمع بيانات دقيقة وإحصاءات دقيقة عن الوضع، وضع صحة العيون في إمارة دبي. لذلك بادين نحن هالمشروع من ديسمبر 2019، وسيستمر هذا المشروع، مشروع المسح، إلى بداية أبريل طبعا قبل رمضان إن شاء الله. وهذا المشروع بنفحص جميع المقيمين في إمارة دبي سواء كانوا إماراتيين أو غير إماراتيين، بنفحص العمال. الهدف من الوصول ل 2190 شخص سوف يتم انتقائهم اختيارهم عشوائيا من قبل مركز دبي للإحصاء، ولازم تكون أعمارهم 40 سنة وفما فوق. ممتاز. من هم من الجهة القائمة عليه ومن شركائكم في هذا المسح؟ ما شاء الله يبين عليه مشروع ضخم، يعني تسوون مسح لهالعدد من الناس وتوفير قاعدة بيانات، أكيد في شركاء استراتيجيين، فمن هم شركائكم ومن الجهة الأساسية القائمة بهالمسح؟ نعم، طبعا هذا مشروع مؤسسة نور دبي، والشركاء الأساسيين هم هيئة صحة دبي وطبعا مركز دبي للإحصاء المتعاونين معنا. مركز دبي للإحصاء يجزاهم الله خير، العينة عندهم، هم اللي صمموا العينة وهم اللي عندهم لائحة المشاركين الذين سيتم انتقائهم، وهيئة صحة دبي الشريك الاستراتيجي كذلك هم اللي موفرين مواقع العيادات وموفرين الطاقم الطبي اللي بيقوم بالفحوصات. وكذلك معنا شركاء ثانيين تنفيذيين، معنا مستشفى مذكير ومعنا مستشفى الزهرة، وكل هالجهتين بيقدموا لنا كذلك فحوصات هي من ضمن المسح الشامل للإمارة. ممتاز. أنت ذكرتي أن الفئة المستهدفة هي من 40 سنة فما فوق. نعم. مواطنين أو مقيمين. نعم. ليش من 40 سنة بالذات؟ وشو الأمراض اللي بالعادة ممكن تطلع من 40؟ عشان شي اخترتوا هذا العمر؟ طبعا هذه توصية من منظمة الصحة العالمية، لأن معظم الأمراض اللي يتم التركيز عليها الناس ما يتأثرون منها إلا لما يصير عمرهم 40 سنة وما فوق. فمن الأشياء اللي يعني نحن نبغى نركز عليها من ضمن الفحص نشوف شو الأمراض المزمنة والوراثية المتصلة بأمراض العيون. نفحص الشبكية، كذلك نفحص السكر التراكمي من ضمن الفحص الشامل. ممتاز. هو يركز على المخرج من هالمسح لما احنا نفحص الناس، فهذا عشوائيه مثل ما انت ذكرتي. نعم. يتم الفحص، شو مخرجات هالشيء، شو الاوتكم راح يكون إن شاء الله؟ هذا المسح جدا مهم. هذا المسح أول مرة يستوي على مستوى إمارة دبي بالكامل. ممتاز. الهدف الأساسي منه أن نحن بنوفر الإحصاءات الدقيقة للتطوير الاستراتيجي، أوكي؟ لكن على المدى الطويل بيفيدنا، يعني هالمسح ما بيصير مثلا كل سنة أو كل سنتين. مسح بهذا الحجم يتكرر كل 10 سنوات إلى 15 سنة، والبيانات اللي بنستخدمها هي جدا بتعطينا، يعني بتقيم الحالة العامة لصحة العيون، بتساعدنا في إعداد الاستراتيجيات الوقائية والعلاجية، وكذلك بتفتح لنا المجال لإعادة التأهيل للمكفوفين كذلك في الإمارة. ممتاز. بتعطينا مثل ما يقولون بالمختصر المفيد، بتعطينا فكرة عن عدد المكفوفين، عدد الناس اللي مصابين بكل مرض، منو عنده مثلا منو عيونه متأثرة من السكري، منو نظره ضعيف، منو كم النسبة اللي عندهم يعني الحالة صحية جدا صحة العين. نعم. انت دقيتي تم اختيارهم عشوائيا، على في هناك عوامل ثانية غير العمر عشان الاختيار، وكيف يتم اخبارهم بان انتم تم اختياركم لهالعينه للمسح؟ قاعده البيانات الكامله لجميع سكان الاماره طبعا موجوده عند مركز الاحصاء. صح. مثل ما يقولون اتس كمبيوتر جنريتد، تطلع لنا لائحه ويتم التواصل معاهم. يوم نتصل فيهم اول شيء نعطيهم فكره عن هذا المسح، نخبرهم ان هذا المسح وهذه اهدافه، ونخيرهم، لان نحن حاليا موجودين في 4 مواقع، موجودين في الممزر، موجودين في ند الحمر، كذلك في برد بي، موجودين في مدكير ومستشفى الزهره. نعم. فنخيرهم ان بين العيادات، الاوقات نخليهم هم يختارون شو الوقت المناسب لهم، شو المكان المناسب لهم القريب من يا مقر العمل يا مقر السكن، وهم يختارون الموعد الملائم لهم، ونطلب منهم ان يكونون موجودين فيها في الوقت المحدد. طبعا مده الفحص كامل المفروض ما تاخذ اكثر عن 25 دقيقه. تفحصهم الممرضه اول شيء، بعدين فني البصريات، وبعدين طبيب العيون. ممتاز. عاده في المسوح
الفتوحات السريعة يكون الفحص فقط من فني البصريات، ولكن لأن هذا مسح شامل حاطين في كل فريق طبيب عيون علشان يفحص الأمور الدقيقة ويعطي تقرير مفصل. ممتاز. أستاذة شروق، في رسالة توجهينا للناس اللي راح يتلقون هالاتصال، يعني يقولون لهم أنت تم اختيارك عشان مسح دبي لصحة العيون، شو نوجه لهم كلمة عشان مثل ما يقولون يعني أنتوا تقدرون توصل للنتيجة والهدف من هذا المسح؟ أوكي، أحب أشجع الكل أن يساهم في هذا المشروع. لازم يكونوا متعاونين مع القائمين على هذا المسح. طبعا نحن الشخص يقول أنا شخص واحد، شو يعني شو بيكون البيانات ما شو بتأثر، يعني شو بأثر أنا شخص واحد إذا سرت ولا ما سرت ولا حضرت الموعد شو بيفيد، ولكن أنت كفرد من المجتمع دورك أنك تساهم في تطوير المجتمع. نحن ولله الحمد في دولة الإمارات في تطوير مستمر في كافة المجالات. الفرد الواحد لما تيجي لهذه المكالمة ويحضر هو يساهم، يعني يكون لو بذرة في المساهمة في نجاح هذا المشروع. بالضبط. فبالتالي لما تطلع لنا في النهاية النتائج، هذه النتائج بتساعدنا في مشاريع على مستوى أعلى، وضع استراتيجيات لتطوير صحة العيون إن شاء الله. لا تنسين هنالك العديد من المشاريع الثانية مثل طبيب لكل مواطن. صح. مشاريع ثانية نحن لازم نطور منها. فزيارة الفرد لموعده في الوقت المحدد تساعد في نجاح هذا المشروع أولا، وتنفيذ الأهداف المدى القصير وعلى المدى الطويل كذلك، اللي إن شاء الله بإذن الله بتفيد إمارة دبي. ممتاز ممتاز. أنا شاكرة لك أستاذة شروق البنا، مدير مشاريع في مؤسسة نور دبي، مداخلتك اليوم بخصوص مسح دبي الصحي، صح الاسم؟ نعم، مسح دبي لصحة العيون. ونشجع الجميع، أي حد توصل مكالمة بخصوص المسح انه يحرص انه يحضر. ترى يا جماعه احنا ما نعرف كميه الشغل اللي يتم خلف الكواليس، من ترتيب، من تجهيز، من توفير غرف، من توفير اطباء عشان نسوي هالمسح. والمسح مجاني سواء كان مواطن او غير مواطن. نعم. مجاني المسح هو مجاني لو مثلا هذه الفحوصات العيون، اذا الشخص بيصير القطاع الخاص بيدفع ما لا يقل عن 1400 درهم، وفي الجهات الحكوميه مثلا تكلفه الفحوصات لا يقل عن 800 درهم، فنحن موفرين هذه الخدمة مجانا. ممتاز. ولا ننسى ان اصلا الخدمات الطبية تبنى اصلا على الاحصاءات، يعني احنا نعتمد على بيانات واحصاءات عشان نبني عليها خدمات ونطور علاجات وغيرها، فما نستهين ونقول انا شخص واحد بياناتي شو بتفرق. كل شخص عبارة، تعرفون نفس ما نبني البيت اللبنة والطابوق، نفس الشيء احنا نبني البيانات بهالطريقة. كل شخص انت بتكون بياناتك او نتيجة فحصك غير عن الشخص الثاني احنا يبينه، فهذه يساعد وايد في بناء قاعدة بيانات نبني عليه بعدين الخدمات الطبية، ممكن تبنى عليه بعدين علاجات، لقاحات، وايد اشياء تطلع من المسوحات اللي تشبه هذه. فانا شاكرة للأستاذة شروق البنا وجودك معنا اليوم، وان شاء الله ان شاء الله من نجاح للنجاح، وان شاء الله نستضيفك المرة الجاية مع النتائج وتقولي لنا كيف راح تستفيد من النتائج اللي بتطلع باذن الله قبل نهاية السنة باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك أستاذة شروق، نهارك سعيد. احنا نطلع ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. في الفقرة اللي طافت تكلمنا عن مسح دبي الصحي للعيون، الحين لازلنا مع المسوحات والفحص المبكر. طبعا يعتبر الفحص المبكر للكشف عن الأمراض أحد أهم الاستراتيجيات التي تتبناها هيئة الصحة دبي للوقاية من الأمراض المحتملة وتفادي مضاعفاتها السلبية على الفرد والمجتمع بشكل عام. دائما نقول الوقاية خير من العلاج، وسوى مرة دراسة من زمان اكتشفوا أن الأموال اللي تنفق من الحكومات على الوقاية أقل بكثير من اللي تنفق على العلاج، فدائما ركز على مبدأ الوقاية والكشف المبكر. بنتكلم اليوم عن الفحص المبكر للأمراض مع الدكتور كاظم العبادي، أخصائي أول الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور كاظم. صباح الخير دكتورة، أهلا فيك. أول شيء نشرح للناس شو يعني فحص مبكر وشو أهميته في تحسين الصحة العامة للمجتمع. هذا السؤال مهم جدا وكثير نسأل عنه. هو الفحص المبكر يختلف كليا عن العمل الكلينيكي، لكن إنسان ده أكيد. نعم. يستهدف الناس الأصحاء ما عندهم المرض، يستهدفهم من أجل استكشاف إذا كان في مرض في وقت مبكر جدا في بداياته
او بعده يا دوب يعني ما قبل ظهور اي اعراض على الانسان. هاي نقطه مهمه جدا قبل ان تكون المريض مصاب اي اعراض. طبعا الفحص المبكر له شروط. نعم. تقريبا لازم في شروط معينه لازم يلبيها، هي 10 شروط، منها ما يتعلق بالمرض، منها ما يتعلق بالفحص اللي تجري حتى تعرفين هذا الشخص مصاب بالمرض او غير مصاب، ومنها ما يتعرض على النتائج والعلاج. يعني مثلا بالمرض لازم تكون مشكله عامه، مشكله معروفه، مشكله يمكن علاج، مشكله يعني لها تاثير على المجتمع. بالنسبه للتشخيص الشغله المهمه جدا اللي تسمين التست اللي يعني يكتشف لازم يكون دقيق، لانه احيانا قد يسبب لنا في مشاكل، لانه اذا الفحص ما كان دقيق، خاصه اذا الناس اللي اكتشفهم بشكل غلط او نسى يكتشفهم. صحيح. فلازم الفحص يكون يختار بشكل طريقه ممتازه. الامر الاخير لازم يكون في علاج يعني للمرض، يعني صح، ما نكشف عن شيء وما له علاج بيكون ما في ما في فايده من الكشف. فالكشف المبكر مثل ما تفضل دكتور هو عباره عن التعرف او تشخيص الامراض قبل وجود اعراض على 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 الشخص بالتحاليل مختلفه عشان نقدر نتدخل مبكرا. لما احنا نقول الكشف مبكر عن امراض، شو الامراض بالعاده اللي يركز عليها الكشوفات المبكره او الفحص المبكر؟ طبعا هي امراض كثيره ومتنوعه، لكن اهمها اللي يعني الناس تركز عليها اللي معظم الدول. نعم. اللي هي سرطان الثدي. نعم. سرطان عنق الرحم. وسرطان الامعاء، هاي لها برامج خاصه بكل دول العالم. جميل. تقريبا ممتاز. تجمع عنها معلومات، تجمعين عنها أمور كثيرة تستهدفين ناس معينين لعمل هذه الفحوصات والكشف عن أمراض هذه الثلاثة. هالثلاثة ممتاز. ليش بالذات هالثلاث أمراض؟ يعني اثنين منهم يعنى بالنساء، مرض سرطان الثدي وعنق الرحم والأمعاء. وتقع الأمعاء من أكثر الرياييل والحريم يجيهم الأمعاء تقريبا، يعني متساوي تقريبا، يعني الحريم حاليا عندهم سرطان الثدي وعنق الرحم، بعد الأمعاء بعد يعتمد على طبيعة الحالة، على طبيعة الحالة، الأكل، الوراثة، أمور كثيرة. ليش إيش معنى هالثلاث أمراض ركزنا عليهم؟ شو أثارهم على السلبية في المجتمع؟ يعني إذا مثل ما ذكرت أنا في البداية تذكرين قلت بأنه المرض يعني يحدد نوع الكشف المبكر. صح. هذه الأمراض لأنه هناك في فترة لما تبدي، يعني فترة زمنية كافية من تبدي حتى تظهر الأعراض. يعني صح. مو فترة بسيطة تكون. ممكن بالضبط. صح. فأنت ممكن يعني تصيدين أو يعني نكشف عنه قبل تظهر أي أعراض. يعني بالضبط، يعني نعم. إذا مرض مثلا كان مثلا يبدي اليوم وبعد 6 شهور يكون يعني تبدي الأعراض. صح. يعني ما فائدة تسوين أنت سكرينينج. يعني بالضبط. صح بالضبط. لما نقول دكتور بعد الكشف المبكر أو الفحص المبكر، أكيد الناس هي على بالها تقول زين أنا كيف أحصل على، كيف أسوي الكشف المبكر؟ هل أسير عند الدكتور وأقول له دكتور سوي لي كشف مبكر، ولا أتوجه لجهة معينة، أو لا أتريا الحملات؟ كيف يتم الكشف المبكر هذا؟ الكشف المبكر في طريقتين يعني بالعالم، أسلوبين مختلفين جدا. نعم. في دول تعتمد على الأوبورتيونيتيك، على الفرص. المريض لما يجي عند الدكتور مثلا او الطبيب او المركز الصحي او الاعلانات او يعني الاذاعه تعرف اي هذا يستهدف الناس يروحون يعملون فحص مبكر. ممتاز. يعني اذا كان ضمن الفئه المطلوبه، يعني هناك تحديد لها. نعم. يعني مثلا يكون لازم مثلا بنت مثلا عمرها فلان من هذا العمر، يعني امور هذا. الشغله الثانيه الامور اللي مثلا في بريطانيا او دول كثيره هنالك برامج خاصه. نعم. يعني تستهدف، يعني هنالك دعوات لكل السكان اللي هم محددينهم على الكشف المبكر، يستلموها بالفتره المحدده حتى يحضرون. وهنالك تارجت اهداف لها. نعم. مثلا كل الدول تستهدف بحوالي تكون 100% ان ترسل دعوات الى مثلا لتغطيه 100% من السكان، يعني الكل لازم يخضع للكشف المبكر. اول شيء 100% الدعوات. نعم. الكشف المبكر تكون اقل، في ناس مرضى، في ناس. صح. مثلا ظروفهم، فيكون الهدف اقل 80% 85 90، الدول نفسها هي تحدد هذا. نعم. الامر ممتاز. يعني هو هاي العاملين مهمه جدا بالكشف المبكر. ممتاز. دكتور كاظم، هل عندكم حملات توعويه للمجتمع بخصوص اهميه الفحص المبكر وشو الفحوصات لازم يخضع لها الشخص؟
طبعا هي الحملات مستمره، هناك توعيه كبيره لدعم الشخص التشخيص. نعم. ترتبط اما مع مثلا احتفاليات العالم او منظمه الصحه العالميه، يوم السرطان وسرطان عنق الرحم، سرطان الثدي، يكون في حملات. صحيح. طبعا هذا امر معين. الامر الثاني اللي هو ممكن يكون ايضا يعني من خلال الدراسات. نعم. من خلال الدراسات المحلية أو الأخرى، من هم الأكثر ناس اللي ما ممكن مثلا يجون إلى هذا الفحص المبكر؟ بدل ما تستهدفين مثلا كل المجتمع بشكل مباشر. نعم. ممكن الناس الأعلى خطر ممكن تستهدفينهم من خلال هذه الحملات، حتى ترفعين الوعي وحتى ترفعين مشاركتهم في الفحوص المبكرة. ممتاز ممتاز. أنا شاكرك دكتور كاظم العبادي، أخصائي أول الصحة العامة في عيادة الصحة بدبي، وجودك معنا اليوم وحديثك عن موضوع أهمية الفحص المبكر ودوره في تحسين الصحة العامة للمجتمع. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. طبعا الكشف المبكر يا جماعة شيء أساسي جدا جدا جدا. ما في شيء زعل مثل ما تلاقي بعض المتعاملين يقول لك أنا ما بفحص عشان ما أكتشف إن في شيء بعدين أضايج. إنكار المشكلة مثل ما دائما نقول لا يساعد في حلها. أنت لازم تكشف مبكرا عشان تقدر تتدخل مبكرا، بالتالي تعيش حياة أفضل. وما إذا ممكن لا 90% إذا مو 100% من الأمراض الكشف المبكر والتدخل المبكر يساعد في تحسين صحة الإنسان بشكل كبير وتحسين مخرجات المرض. بمعنى النساء اللي يقومون بالفحص الذاتي للثدي ويسوون فحص الماموجرام أو أشعة الثدي على وقتها بعد عمر 40 بشكل دائم أو بشكل مستمر ومنتظم، عندهم فرص أفضل للنجاة من سرطان الثدي ومن تبعات استئصال الثدي وغيره لو تم الكشف عنه مبكرا. لكن دائما بتظهر الأعراض، يكون مرض تطور. الحالات اللي نشوفها لما يكون تم وظهرت الاعراض يكون اوريدي المرض منتشر. فيا جماعه نركز على اهميه الكشف المبكر. عندك اي سؤال توجه لطبيب الاسره واساله انا شو عندي كشف مبكر اقدر اسوي، شو احتاج في هذا في العمر، انا ايا كان عمرك انت، فواظبوا على الاشياء. لا تروحون العياده فقط يوم انتم تعبانين، لان نشوف الناس ما تشوف العياده غير المرضى. يوم مريض مي العياده. لما تكون انت مريض ترى صعب ان نعطيك كشف مبكر، لما تكون محموم تعبان او هذا صعب ان ناخذ منك معلومات، نطلب لك اشعه ونطلب تحليل دم لانك انت تكون اصلا تعبان. فسيروا العياده زياره انت ما تكون فيها تعبان، واطلب من طبيبك ان ما هي الفحوصات التي يجب ان تقوم بها. عن الدراسات، نروح الحين من دراسه عن مسح العيون خلصنا، وكشف مبكر نروح لدراسه جدا مهمه. دراستنا اليوم شو تقول؟ قالت نتائج دراسه جديده من جامعه واشنطن ان الصلاه قويه عبينا عادات النوم غير الصحية والإصابة بالزهايمر والخرف. لاحظ فريق البحث أن من ينامون بعمق لفترة طويلة من الليل يشعرون بانتعاش الذاكرة عند الاستيقاظ، يكون خطر الزهايمر والخرف لديهم أقل. ودعت توصيات الدراسة التي نشرت في دورية الزهايمر من يسهرون طوال الليل من أجل انتهاء من أعمال متأخرة إلى تغيير عادات النوم واتخاذ الإجراءات التي تساعد على الاستغراق في النعاس بعمق لبضع ساعات متتالية. كما حطت توصيات الدراسة على اتخاذ وضعية النوم على الجانب وليس الاستلقاء على الظهر. ولاحظوا توصية الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام على الشق اليمين، الدراسة تقولكم ناموا على الجنب وليس استلقاء على الظهر، لأن ذلك يساعد خلايا الدماغ على تنظيف نفسها من البروتين الضار الذي ترتبط زيادته بمخاطر ضعف الذاكرة. ولفتت نتائج الدراسة الانتباه لأن النوم لوقت قليل أثناء الليل والاعتماد على تعويض ساعات النوم بالقيلولة ليس إجراء صحي، والأفضل لصحة الذاكرة هو النوم أطول وقت أثناء الليل، لأن دورة النوم الطويلة هي التي تعيد تجديد خلايا الدماغ وتنقيها من الالتهابات. أتوقع من كثر ما قلنا دراسات عن أهمية النوم، مفروض أن أي حد عنده مشكلة في النوم يكون حلها الحين. مهم جدا 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 الحرص على الحصول على قسط كافي من النوم. النوم يا جماعة هو سنة الله في الكون مثل ما يقولون، وعنصر أساسي من روتيننا اليومي. للأسف الناس يعني تعطي كل شيء أولويات إلا النوم.
يعني تلاقي ناس لمدة أسابيع أو شهور ما تنام في الليل وقت كافي، تصلي وقت متأخر وتنش الصبح وتعيد هالدورة اللي كل يوم كل يوم كل يوم، هذا يرهق الجسم. يعني مثل ما قلنا من قبل أن عدم حصول على وقت كافي على قسط كافي من النوم خلال الليل يعرض الجسم للتوتر ويحسسه أنه أنت دائما في حالة تأهب، بالتالي جسمك ما يرتاح. تكرار هذا راح يؤدي إلى ضعف الدماغ، ممكن يؤدي ارتفاع ضغط الدم، ممكن يؤدي لإصابتك للسكري، ممكن يؤدي حسب الدراسة إلى الزهايمر والخرف. فيا جماعة نبغى نأكد لنا لكل حد يسمعنا اليوم، النوم إذا عندك مشكلة في النوم إنها مشكلة. قبل سنوات ما حد كان يعترف في مشكلة في النوم، يعني كان بالعادة اللي عنده مشكلة في النوم يعني تقول لك خذ حبوب ونام. الحين هناك عيادات للنوم، في مستشفى راشد عيادة متخصصة للنوم يتم فيها، انت تصير هناك حسب العلاجات المختلفة عندهم، يخلوك مرات تنام شوي عندهم عشان يشوفون تخطيط الدماغ، ما عرفت يعني هالترجمة صحيحة او لا، خلال النوم فيشوفون نشاط الدماغ عندك خلال النوم كيف يكون، هل عندك نشاط زائد يخليك انت ما تروم تنام، هل عندك وين عندك صعوبة بالتحديد في النوم عشان انت ما تقدر تحصل على قسط كافي من النوم. الحمد لله انا انسانة دائما انام بدري، يعني صيفا وشتاء رمضان وغيره انا دائما انام بدري، عودت نفسي ان انا النوم مبكرا قاعده اساسيه، طبعا الا في الحالات الطارئه تشبي شيء في الشغل او شيء في البيت او اي شيء، لكن غير هذا دائما انام مبكرا. وانا كنت من خبره شخصيه عن موضوع النوم، قبل كان نومي كنت انسان نومي ابدا مش منتظم، كنت انام كنت اسهل وقت متاخر، انام لوقت متاخر الصبح، نومي ما كان منتظم. من غيرت نمط نومي واعتمدت على تعودت اني دائما انام تقريبا في نفس الوقت كل يوم، احس ان صحتي صارت افضل، ان عندي نشاط اكثر، عندي قدره ابداعيه اكثر، مخي صافي اكثر خلال النهار، اقدر افكر واقدر ابدع واقدر انجز اكثر عن شيء، اقدر انجز فتره طويله، يعني اكون في نشاطي من اصبح لين اخر يوم قبل موعد النوم. فهذا كله وهذا اللي نشوفه ترى من يجون الناس العيادات، يقول دكتور انا دائما احس بارهاق، انام بس احس بارهاق. لما تساله عن النوم ماله تكتشف انه يصحى 3-4 مرات في الليل، عنده صعوبه في انه ينام اصلا، ممكن ينام ساعتين بعمق، بعد هذا ساعتين ينش ويتم واعي ساعه وساعة ونص ويريد ينام مره ثانيه. هذا كله في عدم انتظام في دورة النوم مالتك، بالتالي عدم الانتظام هذا ممكن يسهم انه يرتفع عندك ضغط الدم مثل ما قلنا، الزهايمر والخرف، وتحس بارهاق دائم، يخليك ما تقدر تنجز، يخليك ما تقدر تفكر، يخليك ما تقدر تبدع. فمهم جدا جدا نحن نحرص على النوم. ولما نتكلم عن النوم، موضوع نوم الاطفال يا جماعة، انا ما اعرف شو موضوع الاطفال اللي الله يحفظهم يوم تلاقين في السوشيال ميديا للساعة واحدة من الليل ياسين، حتى لو ما في مدارس، طفل للساعة واحدة من الليل شي يسوي؟ سهران ويلعب يعني يا أم خلي الطفل ما عليه، يعني إجازة خميس خلونا يعني ما عليه لينا 10-10:30 يلا إذا كثرنا، يعني معنى الأطفال لو شفتوا أنتم معدل نوم الأطفال ممكن يصل لين 14 ساعة في اليوم لازم الطفل ينام عشان يحصل على نمو سليم. بعدين نقول عيالنا ما يركزون في المدارس، او يونا امهات تقول والله دكتورة الابلة تقول الياهل يحط راسه على الطاولة وينام. طبعا انزين الساعة كم ينام ولدك في البيت؟ ينام 10، ما تكفي ساعات النوم، يعني 10 والاطفال بالعادة ينشون الصبح خلينا نقول 5:30 عشان يلحقون على الباص، 7 ساعات من النوم كالطفل يحصل 7 ساعات، حتى الانسان الكبير كم ما تكفي. لازم نحرص ان عيالنا يحصلون على قسط كافي من النوم. ونصيحه للامهات دائما يشكون يقولك لا والله هو ما يبى ينام، طفي لذات البيت، دخلوا داخل غرفه النوم، وقبل موعد النوم باقل شيء ساعه طفي الاجهزه اللوحيه، خليهم يلعبون عشان الدماغ ما يتم متنبه، الاجهزه اللوحيه الاشعاعات اللي تطلع منها تعطي الدماغ تنبيه ان يكون متنبه او يكون يقظ وانه مو ليل. نطفي نروح داخل غرفه النوم، هدوء ما في صوت، ننام نستعد للنوم. اول يوم راح يكون صعب، ثاني يوم راح يكون صعب، مع التكرار راح يتعود الطفل تدريجيا انه ينام بدري. افضل نوم صراحه للطفل انه يدخل ينام، خلي الحين الليل طويل تقريبا 7-7:30 يكون متعشي ويدخل ينام، يكون متعشي ويدخل ينام، خلاص يفرش اسنانه ويدخل ينام خلاص. بالعاده اذا هدوء وشي ممكن ينام خلال ساعه. هي طبعا لازم ندخل الحمام قبل النوم عشان ما ينش في الليل بعد.
شوي شاور دافي اذا بعد ممكن احنا مع البرد في اطفال ما يتقبلون، بس الشاور الدافي او الحمام الدافي ترى يساعدنا حتى يكون ريلاكس اكثر، يهدى شويه لما يحس عمره شيء نظيف ودافي، يلبسوه بجامه دافيه يساعد الطفل انه هو ينام. بس يا امهات ما نبغى اطفال لسه 11 من الليل واعين، ست يعني اطفال صغار 5-6 سنوات لسه 11 من الليل واعي، نحرص ان هم يحصلوا على قسط كافي عشان نحن نحصل على قسط كافي من النوم. وصلنا لنهاية برنامجنا برنامج الصحة والسعادة، شكرا لك ايمن سرحيل ابو نوح كنت معي في الاخراج، وميرا المري كانت معي في التنسيق، شكرا للفريق الاعلامي اللي يعد حلقات صحة وسعادة كل يوم، انتم الجنود المجهولون. ما حد عارف كمية الجهد اللي تروح في تحضير حلقة كل يوم لبرنامج على الهواء والترتيب على الضيوف وغيره، شكرا لكم شكرا لكم، نعطيكم ألف عافية. شكرا لأسماء الجناح تطلع معنا كل يوم برسائلتها إيجابية وجديد السوشيال ميديا، وشكرا لكم مستمعين لاستماعكم معنا. نباكم تكونوا متفاعلين أكثر في صحة وسعادة عشان يعني نثري البرنامج بمداخلاتكم. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا بالحيانكم، بكون معكم أنا إن شاء الله أسبوع الجاي. إلى أن ألتقيكم إن شاء الله أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.